أهلا بحضراتكم من جديد في فقراتنا المتنوعة في تاني أيام عيد الفطر المبارك في حلقة صباح الخير يا مصر اللي بنقدمها لحضراتكم من حديقة الأسماك بالزمالك. فقرتنا القادمة ولقائنا القادم حقيقة مع كاتب المصريات الأستاذ بسام الشماع هيكلمنا فيه عن الحضارة المصرية القديمة وكيف كانت تحتفل بالأعياد، وهو النهاردة الحقيقة مصمم يكلمنا هيروغليفي، يعني مش عارف إيه حكاية الموضوع. صباح الخير يا أستاذ بسام، كل سنة وأنت طيب. صباح النور عليكم جميعا وعلى كل الأمة الإسلامية. لا الكلمتين دول بقى بالهيروغليفي زي ما انت وعدتني. النهارده بقى عايز اكلمكم، اولا عايز اعيد على كل الدنيا ونقول لها كل ريمبت وانتم حتب. لا تمام انا فهمت. يبقى عندنا هيروغليفي وعندنا عربي اهو ميكس اهو فرانكو هيروغليفي. كل ريمبت يعني عام، بالهيروغليفي ريمبت يعني سنه. حتب كلمه عبقريه مصريه قديمه بتديلك التلخيص بتاع الشخصية المصرية. المصري القديم اخترع كلمة من ثلاث حروف حيتب، وهي لها ثلاث معاني: الرضا، السعادة، السلام. وبالمناسبة الكلمة دي مكتوبة على الميتين جنيه بتاعتنا. في ناس كتيرة أو قليلة حتى 200 جنيه في جيبها. طب ما تطلعها لنا كده، معاك 200 جنيه أول الشهر. وتبص في ال 200 جنيه هتلاقي من ضمن الكلمات اللي مكتوبة كمت يعني السمراء، وده اسم مصر مكتوبة بالإنجليش باللاتيني يعني بالهيروغليفي. هيروغليفي ما شفناهاش دي، ما خدناش بالنا. موجودة في خرطوش كده هوت. هتلاقي مكتوب كامت يعني السمراء، ودي تسمية من أسماء مصر القديمة. المصري القديم جدك وجدك كان مسميها السمرة. شوف الجمال، علشان كده عاش في موروثك السمار، كل حاجة سمرة حلوة. الرجال الشداد السمر الشداد، أسمر يا سمراني، يعني حكاية السمار دي تملي بتبقى الجمال. ما يمنعش ان البياض ليه نصيب يعني، معلش عشان احنا كده بعد الشمس مش هيبقى فيه بياض يعني خلاص. فحتب دي كلمة عبقرية جدا، وعلشان كده هتلاقي فيه ملوك في مصر القديمة سموا نفسهم ولقبوا نفسهم بحتب، زي آمن حتب الأول، آمن حتب وهكذا. صحيح. طب يعني قد ايه احنا بنشعر بالفخر لما لقاء مع حضرتك مثلا بيعرض، لان من خلاله بنستمد وبنستنشق يمكن تاريخنا وحضارتنا، وبتدينا شوية طاقة نقدر نواجه بها التحديات اللي موجودة. خلينا نرجع بقى شوية كتير ونشوف الأعياد. طبعا احنا عارفين الأعياد المصري القديم بتتمثل في ايه وهي محدودة، ولكن بما اننا احنا موجودين النهاردة في حديقة الأسماك، السمك بيمثل ايه عند المصري القديم وتمثل ازاي على الجدريات؟ أحسنتي. السمك والأعياد والاحتفالات والطقوس كان لكلها لها علاقة ببعضيها. يعني النهاردة وإحنا في حديقة محيط، محيط يعني السمكة بالهيروغليفي، وكان هناك ربة أسطورية هي ربة الأسماك أو رئيسة الأسماك أو مديرة الأسماك، وده هتلاقيها فعلا زي ما حضرتك تقدمتي منحوتة على مقابر كتير جدا، خصوصا لو رحتوا لمصاطب سقارة هتلاقوا أسماك عديدة بقى. هو كان رمز للخير عندهم برضو، ده كان رمز الأشياء كثيرة منها. رمز الخير، عشان كده عنخ شيشانقي، وده حكيم رهيب في مصر القديمة. أنا بدعو وزارة التعليم أن هم يحطوا حكمه في أول صفحة في كتاب الحكم أو المادة الاجتماعية اللي بيدرسوها. من ضمن الأمثلة اللي سابها لنا هذا الرجل العظيم، قال لنا إيه؟ اعمل الخير والقيه في، إحنا نقول إيه؟ اعمل الخير ورمي البحر. لا المصري القديم كان أذكى بقى مننا. كان يقول إيه؟ اعمل الخير والقيه في مياه الفيضان. عندما تنحصر المياه، لما تنزل المياه يفيد الخير، يبقى لك الخير. اللي هو إيه بقى الخير اللي هيبقى لك؟ الطين والطمي، وده طبعا خير ما بعده خير، ربنا يكرم الجميع، وأسماك بتعلق في هذا الطمي ما بيقدروش ينزلوا المياه. طب بمناسبة الطمي كمان، الأبنية اللي موجودة هنا واللي احنا شايفينه من خلال الكاميرا ده من طمي أسوان. الله. لأن الخديوي إسماعيل لما جاب مدير متنزهات فرنسا وطلب منه أنه هو يبني هذه الحديقة وأنه ما يكونش ليها مثال في العالم، جاب من طمي الطمي الأسمر الطينة وبنى بها اللي احنا شايفينه دلوقتي. يعني اتنين من أحلى المسج اللي في الدنيا، سوان، وده الاسم الاصلي بتاع اسوان. بالمناسبه على فكره، انت من البلاد اللي عاش فيها موروث الاسماء بشكل جامد جدا. المصري القديم كان عنده عيد في اول يوم في كل موسم. ادي نوع من انواع الاعياد في مصر القديمه. والعيد انت اول واحد سميت كلمه عيد، اطلقت على العيد اسم في اي حضاره في الدنيا، وسميته حب
فكلمة حب بالهيروغليفي يعني عيد. حاجة عجيبة جدا. شوف دلوقتي انت بتستخدم كلمة حب في ايه؟ جاي من الحب، وهي ملهاش علاقة، لكن شوف اللفظ ذات نفسه ازاي يقدر يبقى يتماثل. فاذا انت عندك ثلاث مواسم في العام مش أربعة زينا دلوقتي. عندنا موسم الفيضان، عندنا موسم بيرت بالهيروغليفي آخت وبيرت، والشمو، شمو بتاع الحصاد والصيف والربيع. كانوا يعرفوا الشهور زينا كده يا استاذ بسام. ايوه كانوا يعرفوا الشهور برضو، شمو بالظبط كده اهوت. وبالتالي في بعض العلماء زي ما كلكم تعلموا بيحاولوا يعملوا علاقه بين شمو وشم النسيم، كلمه ذات نفسها. كان عندك بيرت وده موسم الشتاء، علشان كده في ناس بتحب تقول برد. الدنيا بيرت او الدنيا برد. فاذا هذا الاحتفال بتاع اول يوم بتاع كل موسم ده كان موجود في مصر القديمه على طول الخط. لكن هنا بقى في فرصه حلوه ان انا اقول لك الشخصيه المصريه القديمه بعيده كل البعد يا جماعه عن كتاب الموتى والحزن والمقابر. لان انت كل ما تيجي تدرسي في مصر القديمه او تشوفي فيلم او فيلم تسجيلك المقبره، التحنيط، كتاب الموتى، مهتمين بشان الموتى جدا بالظبط كده. فده اداك انطباع وادى العالم انطباع ان دي شخصيه تميل الى الحزن قوي للموت وتميل للحزن، وده شيء يعني تماما مش طبعا. عايزين نعرف الجانب الاخر بقى. الجانب الاخر اول حاجه علشان ننفي عن الحضارة المصرية القديمة هذا الحزن وهذا البؤس، ها مفيش حاجة اسمها كتاب الموتى، لأن المصري القديم لم يخترع الكتاب، يعني ما اخترعش فكرة الكتاب. فإذا جبت منين كتاب الموتى؟ دي تسمية أوروبية خاطئة لواحد اسمه لابسيس. هو الظهور في النهار، الروح هتظهر تاني يوم في النهار في الرحلة بتاعتها، فيبقى الظهور في النهار. عندك 54 عيد في السنة أيام جحطمس الثالث اللي احنا قطعا إيه الأعياد دي كانت مناسبتها إيه يا أستاذ بس؟ شوف بقى عندك الأعياد نوعين، عندك نوع معبدي يعني تبع المعبد، وده اللي كلمنا عليه رعمسيس الثالث، ومش رمسيس، رعمسيس الثالث. ورعمسيس الثالث في مدينة هاب وساب لنا نص جميل كده بيقول لنا مصر فيها 60 عيد. يبقى انت ما بين جحطمس الثالث لرعمسيس الثالث زدت في عدد الاعياد من 54 عيد في السنه 60 عيد في السنه. وكمان انت عماله تزودي في اعياد كمان. ايه كانت مظاهر الاحتفال عندك بقى؟ العيد المعبدي اللي هو في المعبد اللي هو ليه علاقه بالطقوس والكهنه والديانه، ده جوه المعبد، انا وانت ما نخشش، يبقى العامه ما يخشوش جوه المعبد. الدينيه مثلا يعني اعياد دينيه بالظبط كده. وهيبقى الملك منخرط فيها، وهيبقى النبلاء، وهتبقى الملكه والاميرات ويعني علياء القوم زي ما بيسموه. لكن انت بره المعبد، الشعب بقى بره المعبد. وكان من ضمن الطقوس دي ان الشعب هيدي عيش للمعبد، يعني كنوع من انواع الهبه او الهديه، قربان العيش قربان. وفي حاجه لطيفه قوي حصلت في البر الغربي من الاقصر، ان العيش زاد، ان المعبد جاله عيش، الجمهور ادى عيش كتير، فعملوا عمليه حاجه اسمها ريزرفيشن اوف اوفرنج، او ايه عمليه ان انت تكيب او تخلي العيش وبعدين تعيد تدويره. ودي اول اعاده تدوير في التاريخ واخد بالك، اللي هو الريسايكلينج اللي بيسموه. وراح مرجع العيش تاني للشعب، والعيش ده نفس الحاجة اللي انت بتعملها دلوقتي، اللي هو الشريك او العيش المدور او الاقراص المستديرة اللي انت بتاخدها معاك المقابر في زيارتك للمقابر كعادة مصرية معروفة. العجيب في الامر بقى ان فكرة القرص دي، يعني فكرة ان انت تعمل حاجة على شكل قرص، دي كانت في العيش، دي كانت في الكعك في مصر القديمة. ومصر القديمة كان عندها فاكهة التين وعملوا منه عجوة أو التين المعجون والتمر، وده كان عندهم كتير جدا وخصوصا في الواحات، وكانوا بيعملوا منه تين وكانوا بيحلوا بيه. وكان في عسل، لكن العسل كان غالي الثمن، فبالتالي مش كل أنا وإنت مش هنقدر نستخدم عسل كتير لأن العسل كان غالي الثمن. ولكن كان هناك مناحل، والمناحل دي كان بيتعامل على أعلى مستوى. عندنا منظر مشهور جدا في مقبرة ريخ مراع اللي هي مقبرة رقم 100 في البر الغربي في وادي النبلاء، فيها عامل مصري راكع كده وبينفخ دخان جوه الخلية. وده لما تيجي تسألي الناس اللي بتفهم في النحل وفي المناحل يقولولك إن الدخان ده بيخلي النمل يهرب من العسل، فبالتالي انت بتحمي العسل بتاعك من الحشرات ومن النمل، تدخين العسل. وكان العسل ده لما كان بيتعمل كان بيطلع وكان بيتحط على مأكولات، ففي الفترات اللاحقة اطلق على السمن والعسل كان ومان. عشان كده انت برافو عليك، عشان كده انت في المثل الشعبي الجميل بتاعك بتقول ايه؟ لا تقول لي كاني ولا ماني ولا ماني، كملها بقى
ولا دكان الزلباني. برافو عليك. ودكان الزلباني انت اكتشفتك النهارده يحب الحلويات كويس. والزلباني ده اللي بيعمل الزلابيه, والزلابيه هي لقمه القاضي. فبالتالي المصري القديم هو اول من اخترع فكره الحلوى اللي بيتحط عليها. ولكن المصري القديم كان برضو المره تانية اذكى مننا شويه, ولكنه لم يخترع السكر. يبقى انت ما عندكيش, كان في قصب السكر وما لسه يعني ما كانش لسه دخل. لسه لا. وعلى فكره السكر لما تعرف عند ايام العرب والمسلمين في دوله الاسلام اتعرف من الهند. والعجيب في الموضوع ان كان يطلق عليه الملح الهندي. يعني السكر كان يطلق عليه الملح الهندي, وده شيء عجيب. لكن فكره الكحك وفكره انت تحط بعض الفواكه المجففه, روح المتحف الزراعي بالدقي هتلاقي الدانش في مصر القديمه, هتلاقي الفطائر والشطائر, هتلاقي البيتزا, هتلاقي العيش الفينو الطويل اللي احنا للاسف بينا بنسميه العيش الفرنساوي. لا معلش, ده عيش مصري وموجود على كل المقابر في سقاره. ما فيش مقبره في سقاره بتخشها الا وبتلاقي عيش الفينو محطوط على ترابيزه زي ما انت بالظبط بتحطه في الصينيه كده. وفكره الصواني وفكره القلي. طب احنا دلوقتي بس عايزين نربط بقى. اتفضل. دلوقتي احنا في عيد الفطر المبارك. نعم. ويعني يعني يحتفل به المسلمون فقط. ربط الحلويات وظهور الكحك وحضرتك اللي بتحكي عنه ده مع العيد, ويعني حاجة دينية بعيدا عن هذه يعني الأحاديث التي تتحدث عنها في أثناء الفراعنة أو المصري القديم. الربط ده جه إزاي؟ احنا عارفين أن الحلويات يمكن ظهرت في العصر الفاطمي أو العادات دي موجودة في العصر ده تحديدا. نربط ده بده إزاي؟ أنت بلد تفردت بديه. أما إحنا ليه كلنا مثارين في العالم وإحنا بنتكلم على مصر؟ لأن مصر بلد تفردت بالموضوع دوت, إن أنت عدى عليك حضارات كثيرة ومع هذا أنت احتفظت بهذه العادات العجيبة. إحنا بنربط دلوقتي ما بين إسلامي وما بين فرعوني. طول ما أنت ماشية عاملة ده, يعني أنت بعيدا حتى عن الأعياد وعن الكعك وعن الفطائر وعن الحلويات, هتلاقي طول ما أنت ماشية في الشارع عمالة تعملي ده, عمالة تعملي الميكس العجيب أو المزج الغريب ما بين مصر القديمة ومصر الإسلامية. وقدرت أنت تحطها في بوتقة اسمها البوتقة المصرية في الآخر خالص, امتزجت كلها الحاجات دي كلها. من ضمن الحاجات اللطيفة أغلب الناس بيقولوا إيه, الكحك كان كبداية هو والعيدية والحاجات ديت جت من العصر الفاطمي, لأن العصر الفاطمي هو أكتر عصر حاول يعمل الموضوع ده. وفي مصدر تاريخي أي الحاجة لذيذة كده, بيقول إيه, الفاطميين لما دخلوا مصر وجوهر الصقلي بنى مدينة المنصورية, كان اسمها كده قبل ما تسمى القاهرة. بالمناسبة مدينة القاهرة ما كانش اسمها القاهرة في الأول, كان اسمها المنصورية, وده علشان بابا أو والد المعز لدين الله كان اسمه منصور. يعني كده برضو معلومة على الماشي. فنازي شيعة وانت سني وانت مش عايز تشيع, فالسنية هتعرف تغلبهم ازاي؟ حتى ما تش عارف هتعرف طيب تكسب المصري لصالحك ازاي. فبعض المصادر التاريخية بتقول لك ان الفاطميين لجأوا لده, لجأوا لحتة ان انت يبقى معاك حلويات علشان تشد الناس لك, لما عرفوا ان المصريين عندهم السويت توث او عندهم السنة الحلوة زي ما بيقولوا في الغرب. الغرب بيقولك انت عندك سنة حلوة, يعني ايه, بتحب الحلوة قوي قوي. فبدأ يعمل الموضوع دوت بالحلاوة بالحاجات الحلوة. عشان كده في ناس بتحاول تربط ما بين ده وبانه بياكل بعقلك حلاوة. ايه بياكل بعقلك حلاوة؟ انه بيعمل عليك لك حاجة حلوة علشان يقنعك ان انت تعمل حاجة, والمثل الشهير. لكن انا هفاجئك النهاردة واقول لك فكرة الكعك مثلا استمرت من مصر القديمة لحد ما وصلت للإخشيدين. في وزير إخشيدي عمل كحك أطلق عليه لقب عجيب جدا اسمه افطن إليه. افطن إليه يعني خد بال, بص تنبه في حاجة. أنا هو إيه افطن إليه؟ كان بيحط دنانير جوه الكعك, فوانت بتاكل افطن ان في دينار جوه هيطلع لك. خد بالك هلا يطلع لك كويس كده. فده كان من اوائل افكار الكحك في الدولة الاسلامية هنا عندنا في مصر ايام الوزير الاخشيدي. ثم ذهبت الى الفاطميين, ومن هنا جت كمان فكرة العيدية. الفكرة ان هما كانوا يوم العيد, على فكرة العيد بتاعنا دلوقتي عيد الفطر ده كان يطلق عليه عيد الحلل, ومش زي ما احدى الزميلات المذيعات في احدى القنوات قالت عيد الحلل. لا, هو ملوش دعوه بالحلل خالص, هو ليه دعوه بالحلل الملابس. يعني الحلل جاي من الحله. من الحله. وكان الخليفه الفاطمي ساعتها الحاكم كان بيحط 16,000 دينار لعمل الحلل, لعمل الكساء. وكان يوزع الكساء دوت على الامراء بتوعه, على البلاط بتاعه. ده في الفاطم في الخلفاء الفاطميين. وكان يتعمل امبرودري, يعني يتعمل نوع من انواع التطريز على اللبس ده, يتحط فيه اسم
الحاكم والسنة. ودي اول فكرة التيشيرت لو تحب اللي بيتكتب عليه. دلوقتي كلنا بنروح مش عارف نحط اسماء امريكية ونحط اسماء مش عارف مغنيين اوروبيين وبتاع. لا ارجع ده انت مصر الاول واحد عملت عيد الحلل اي عيد الكساء. طب يا كان يوزع الكساء يعني الناس. ممكن من مظاهر العيد اللي دايما بيعرف او تعرف بها الاعياد الاحتفال الاطفال يعني. نعم. كيف كان يحتفل الاطفال ايام الفراعنة او في العهد القديم؟ عندنا رحالة جميل قوي قوي لازم كلنا نذكره اسمه أوليا جلبي. ده رحالة تركي عثماني بنتكلم في 1600 ميلادية. الرجل ده جه وكتب كتاب اسمه سياحت نامة أو سياحت نامة. سياحة سياحة مفهومة بالعربي. نامة بالفارسي يعني كتاب. كتاب السياحة أو المخطوط بتاع السياحة اللي هو كده. وكتب عن مصر ومنه حكاية الأعياد والاحتفال. قال كلام عجيب جدا على الاحتفال بتاع العيد بتاعنا ده. أول حاجة بيقولها إن تنتظر السيدات المصريات. وبيكتب بقى بيستغرب بقى الراجل جاي من بره مصر بيستغرب بقى على العادات بتاعتنا. فبيقول إيه ويشترطن المصريات بيعملوا شرط في الجواز إن هم يتزوجن في العيد. فكانوا يستنوا العيد ده عشان يتجوزوا. دي عادة لغاية دلوقتي صح بتستنى لغاية العيد عشان يبقى الجواز. ادي واحد. اتنين يقول لك اما عن الاطفال جمالش الغلمان الجمال سماهم كده ان احنا اولادنا كان شكلهم حلو بالنسبة لك. خدي بالك ده تركي والتراكو حلوين يعني. فهو عشان يجي بيقول لك ان الطفل بتاعك حلو الغلام بتاعك شكله جميل فده معناه ان انت كنت اجمل من اوروبا واجمل من الاجناس الاخرى. فكان يقول الغلمان الجمال على جياد اصيلة كانوا يركبوا حصان زي برضو دلوقتي لما انت بتحبي تركبي حصان او تركبي ولادك او بناتك حصان في العيد. وكانوا يرتدون السراويل الحمراء كانوا يلبسوا البنطلون الاحمر ده دي الاطفال. وكان قال عادة عجيبة جدا برضو قال ايه ولا تجد في شوارعهم علينا احنا يعني سكير يعربد او يمسك بسكين او سكير. ما تلاقيش واحد ماشي في الشارع سكران او بيعربد او بيرهب الناس. ما كانش حسدنا الراجل ده حسدنا هو ده اللي حسدنا. متخيله الفرق جميل ازاي؟ فانت تقولي لي طب ده عاش في الموروث المسجد اللي هو سؤال حضرتك بتاع المسجد ما بين المصري القديم وما بين الاسلامي. هقول لك برده ليه؟ لان رعمسيس الثالث قايل في نص في برديه هارس كلمه اغرب من الخيال. عشان بس يا جماعه اقراوا تاريخكم لكي لا تعيدوا اخطائكم. عمالين نقول اقروا تاريخ يا جماعه عشان تستفيدوا. بيقول ايه؟ بيقول للمساكين ده الملك بقى بتاع مصر بيقول للمساكين بتوع مصر للمساكين والفقراء عملت المتنزهات عمل حدائق كويس لكي ايه لا يوجد في بيته بستان اللي ما عندوش في بيته حديقة ينزل يتفسح في الحدائق. وأمر الشرطة الكلام ده 1100 وي قبل الميلاد يعني من 3000 سنة وي كانت ملك موجودة حدائق أمر نعم كان في حدائق بالفعل مش عايز أقول لك دي كانت منظومة في مصر منظومة الحدائق دي والمنظومة الخاصة وكان البيوت اللي كان عندها استعدادات يجيبوا بساتين ويعملوا بساتين لكن اللي ما عندوش بستان الملك عمل له حديقة عامة لعامة الشعب ينزلوها. فأمر الشرطة رعمسيس الثالث كتب كده في النص وسليم حسن كتبها في موسوعة مصر القديمة اللي بنصح كل الناس تقراها. بيقول بيقول ونصح الشرطة وأمر الشرطة بأنها تنزل لتوقف أي تحرش أو إرهاب أو سب أو شتيمة للسيدات. فانتهى الموضوع ده لو كان موجود لو كان في أي حد بيحاول أنه يسب أو يرهب أو يخوف أو يعاكس السيدات من 1100 وي قبل الميلاد رعمسيس نزل الشرطة فأنهى هذه الظاهرة البائسة. فأنت عندك أهو واحد عمل كده وواحد عمل كده. الكعك في أيام هرجع لك تاني على الكعك في أيام الفاطميين هقولك أن كان في دار كانت بتشتغل من رجب كان من شهر رجب تشتغل لغاية نص رمضان تقف خلاص نص رمضان يروح وقف دي كان اسمها دار الفطرة. دار الفطرة جت من الفطور من الفطار. والدار دي كانت تقعد تشتغل في الكعك وحط من بالفلوس الحكومة 20,000 دينار وده مبلغ رهيب علشان يجيبوا ايه علشان يجيبوا دقيق وفستق مقشور. فستق مقشور فستق مقشور الدكتور عناني بيقول لنا في المخطوط الجميل بتاعه وبيقول ان كان فيه من السكر خلاص بقى السكر دخل كان بقى السكر. وكان يتعمل صمات والمقريز قايل لنا ان الصمات صمات ده عباره عن ترابيزه طويله قوي قوي يتحط عليها اكل كان طول الصمات بالظبط كده بوفيه اهو ده بقى الاوبن بوفيه فعلا 300 قدم كده 300 ذراع
كويس. الزراعة حوالي كده اهو 300 ذراع طول و7 ذراع عرض من الفراريج الفراخ، من الخرفان الخراف الخروف الخروف يعمل خروف، ومن الكعك. وكانوا يحطوا الكعك في صواني وحواليه دنانير ذهبيه وفضيه، وعليك ان انت تاخدي كحكايه وعايزه تاخدي العيديه اللي في ايام المماليك بقى اسمها الجمكيه، الجمكيه او الجمكيه. يلا خد الجمكيه مني. والكحك ذات نفسه هيطبع عليه في قوالب في المتحف الاسلامي، فربنا يكرم ان شاء الله المتحف الاسلامي يكتمل الترميم بتاعه، لان هم بيعانوا دلوقتي ماديا وموقفين الترميم، لازم نساعد. وكان في قوالب وما زالت موجوده، القوالب دي مكتوب عليها من جوه كلمات زي ما قلنا في ايام الاخشيد افتن اليه، ايام الفاطميين وبعديها بقى في حاجات زي وبالشكر تدوم النعم. يبقى انت بتاكلي كعكايه ومكتوب عليها بالطباعه كده هو بالقالب بالشكر تدوم النعم. استاذ بسام، يمكن قبل ما وقتنا ينتهي، كيف احتفل المصريون في العيد وكيف استمتعوا بنهر النيل؟ الله عليك. اهم حاجه في مصر القديمه، وهرجع لك في اي هيرودوت، خدي منه اللي تاخديه، يعني له ما له وعليه ما عليه. لكن هو بيشرح لنا احتفال عجيب جدا، واللي انا اعتبرته اكبر احتفال من حيث العدد. يعني النهارده مثلا حديقه الاسماك، النهارده حديقه الحيوان هيبقى فيها الاف من البشر، بل ممكن يعني توصل لنص مليون. لكن العجيب في الامر ان هيرودوت بيقول لنا ان في احتفاليه معينه حصلت في مصر وهو شرحها. كان الناس تطلع تاخد المراكب والقوارب والزوارق، رجاله وستات، ويطلعوا وهم يغنون وينشدون ويضربون الضفوف وكده، ويعدوا على القرى المختلفة في طريقهم للزقازيق في الشرقية. مش معنى الزقازيق، طالعين على حتة اسمها تل بسطة، دلوقتي احنا بنسميها كده تل بسطة، في قبل ما تخش الزقازيق في اول الزقازيق على الطريق كده العموم، هتلاقي حتة اسمها تل بسطة فيها معبد. دي كان فيها معبد للقطة للقطة، وده كان احتفال هو عد فيه 700,000 زائر في عيد القطة. وعيد ولم يحصي الأطفال، يعني 700,000 من الرجال والنساء ولم أحصي الأطفال. يعني أنت بتتكلم على احتفال أو عيد مليون وي من المصريين يخشوا المعبد أو يبقوا برا المعبد ويحتفلوا بالقطة، لأن القطة كانت هي بست أو بستت أو بسة، ودي بسة. نفس التسمية بتاعت القطة اللي في الصعيد لغاية دلوقتي البسة. آه صحيح. طيب عايزة كمان العلاقة اللي هي بنهر النيل، عايزة أعرف حرور يعني حقيقة بقى عروسة النيل، الموضوع ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ أحسنتي، أنا بشكرك. لأن في ناس كتير جدا دلوقتي في، إحنا عارفين الموضوع ده كان في عند الفراعنة موجود، ولكن دلوقتي في طلع ناس كتير جدا قالوا لا ليس لها أي حقيقة. أنا أولهم بس حسبت لك إزاي. يعني عايز أعرف الموضوع ده حقيقي فعلا، كانوا بيرموا أجمل النساء عندهم، ولا الكلام ده كان حقيقي؟ أنا بشكركم على السؤال ده، فرصة كويسة ننفي عن أجدادنا. بص ده مجتمع كان فيه الوحش وكان فيه الحلو وكان فيه التحرش وكان فيه الإنسان المؤدب، ده مجتمع فيه الحرامي وفيه الصالح وفيه الطالح. لكن دي بالذات حاجة في منتهى العجب، لأن أنت ما لقيتش منظر. يعني أنا على مدار حوالي 29 سنة وأنا بلف في المعابد ولف في حاجات ما شفتش منظر منحوت، ودول نحتوا كل حاجة، دول ما سابوت، دي النكتة أرخوها. يعني عندنا نكت في المقابر، نكت كاريكاتير كده هوت منحوت ومكتوب مرسوم على البرديات. فبالتالي انت ما عندكيش رسمة واحدة او نص، اتحدى بمنتهى التواضع، نص واحد هيروغليفي او ديموطيقي او هيراطيقي او حتى يوناني لو تحبي، بتقول لنا ان المصري كان بيخش يأخذ تلك الفتاة البكر. بص الوصف عامل ازاي، عنوة من أهلها ويتم الدفع إليهم ثم يتم بإهداء للنيل. أما استحالة يعني ما حصلش. والدليل على كده ما كانش في أي نوع من أنواع القرابين الآدمية أو البشرية في مصر القديمة. مين صاحب هذه الأخذوبة أستاذ بسام؟ هو قال كده. مين صاحب هذه الأخذوبة؟ مين صاحب الفكرة دي؟ للأسف الشديد اللي ذكرها ابن عبد الحكم، وابن عبد الحكم ده مؤرخ محترم في الناس صدقته، تاريخ الإسلامي يا للأسف. وابن عبد الحكم لما جه عنعنة، ما انت بقى عايز تشوف ابن الحكم جابها منين، لان هما كانوا بينقلوا عن بعضهم كتير قوي، المقريزي ومسعودي والسيوطي والشلة دي كلها، هتلاقيه راجع. انا قعدت ارجع كده مع واحد، في واحد راح جميل كده، والدكتور جميل حاطط لي ورقه كده قدامي قال لي بص اخرها ايه. فاخرها واحد اسمه ابن لهيعة او ابن لهيعة، واحد اسمه قيس ابن الحجاج. اوقفي عند الاتنين دول، لان بعد قيس ابن الحجاج قال ايه عن من حدثه القصه دي، قعدت تتعنعن قالوله، يعني قالوله قالوله عن من قالوله دي بقى اللي هي مودينا في مش عارف فين. قالوله دي مش مظبوط، لكن عن من حدثه ده في التاريخ على طول كده، اول ما تسمعيها في اي او تقريها في اي مخطوطه تقول على طول العنعنه دي
انقطاع. يعني انقطاع يعني خلاص انا ما اقدرش افوت ورا حكمة بعد دي، خلاص انا وقفت هنا لان عن من حدثه دي خلاص بقت مجهولة. ادي واحد. اتنين، دول لا يؤخذ عنهم. نتيجة تسمع المؤرخين بيكتبوا وبيقولوا عليهم يقولك لا يؤخذ عنهما، لا ابن لهيعة بيتاخد منه ولا قس ابن الحجاج بيتاخد منه. فيلم رشدي أباظة ولبنى عبد العزيز يمكن الناس ارتبطت بيه عشان حبهم مثلا لنجوم كلنا الفيلم، حبيناهم صح، وطريقة تصويره والطريقة الجديدة يمكن كانت جديدة على السينما. ولبنى عبد العزيز مفيش أحلى من كده بالظبط. يعني احنا حبينا عروسة النيل يمكن من الفيلم. عارفة انت بداياتي انا في ماسبيرو كنت انا اتصلت بمذيعة كبيرة يوم على التليفون قلت لها لو تسمحي لما تيجوا تعرضوا الفيلم ده قولوا بس تنويه قبل الفيلم علشان ما توصلوش الفكر الغلط للمصريين، لانه عاش في موروثك للاسف الشديد لانه بيتعاد كتير الفيلم ده، فيجب علينا ان احنا نحافظ على تاريخنا. واحد احنا حابينه كده يعني قولي ان هي اسطوره. يعني انا ما عنديش مشكله انت تقولي انها اسطوره زي ايزيس واوزوريس مثلا بالظبط، لكن التاريخ ما يتلعبش فيه من وجهه نظرك انت الا زي مثلا صلاح الدين الايوبي لما طلع مثلا ولي عكا توفيق الدين ان هو خائن، وعيسى العوام كان عمل سنتين وعيسى العوام سنتين وقال لك ايه انا في خدمه فيرجينيا جميلتك. والي عكا كان بهاء الدين قرقوش، قرقوش اللي بنى القلعة، فده راجل كان والي ومخلص جدا، وكان عيسى العوام كان مسلما. يعني القدماء المصريين كانوا بيصوموا يا استاذ بسام؟ شوف الصيام كصيام اللي هو بتتسحر وبتقوم شويه طبعا ده اسلام، لا اسلام مع دخول الاسلام. لكن احنا قرانا مثلا ان الاسكندر وهو مش مصري ولكن الاسكندر الثالث لما حصانه اللي قعد معاه حوالي 20 عاما وزياده يحارب بيه كان بيحبه قوي بوسيفلس، فلما مات في احدى الحروب يعني امتنع عن الاكل، امتنع عن الطعام يعني ليس صيام، ليس صياما. يعني حضرتك الوقت معاك مش مقضي اي حاجه طبعا، كنا عايزين نستمر ونتكلم كمان، كان نفسي نتكلم كمان على حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا تزييف الحقائق والتاريخ، ويمكن الفتره اللي فاتت دي كم المسلسلات اللي تم عرضها في رمضان اللي فات ده اتقال عليه كلام كتير، ولكن الوقت بيجري اشرف للاسف الشديد. لكن قبل ما اروح للاستوديو عايزة برضو اتكلم في النقطة دي، هل حضرتك شايف فعلا ان بعض المسلسلات او بعض الدراما تم تزييف فيها التاريخ على مدار تاريخ السينما المصرية؟ ما فيش فيلم في السينما المصرية جاب تاريخ صحيح، الخيال لازم يلعب دور في الدراما. بصي ما تعمليش ابداع، خالد يوسف مره دخل لي على الهواء وقال لي ابداع يا بسام، قلت له ما تعملش ابداع في التاريخ، التاريخ مبدع زي ما هو. يعني عيسى العوام مراته سلمى البكريه لقوها بعد ما استشهد عيسى العوام، يعني دي مش حقيقيه، لقوها بتعوم قالت له بتعومي ليه؟ قال له بتعلم السباحه علشان استشهد زي جوزي. المراه في الجيش الاسلامي كنت تمسك بقى القصه دي وتوري العالم كله المراه كانت بتعمل ايه في دوله الاسلام. وهكذا. لكن انا يعني بستمح السيناريو والحوار، ارفعوا سماعة التليفون وكلموا اي مؤرخ عشان سرايا عبدين ما يطلعش بالمنظر ده، وجمال عبد الناصر يعترض عليه ولاده وعبد الحكيم، وكمان الفيلم صلاح الدين وكل هذه الافلام. الفيلم الوحيد اللي حثني عليه من ناحية فيلم دوكيو دراما، مش دراما كله، دوكيو دراما تسجيلي دراما، عمله 20 دقيقة الراحل العبقري شادي عبد السلام اسمه الفلاح الفصيح، هو ده اللي كان ولي ومخلص للقصة الحقيقية. يعني استاذ بسام شمع كاتب المصريات شكرا جزيلا ليك، وكل سنه وحضرتك طيب، ومصر اللي قعدنا نتكلم عليها وعلى الخير الكتير اللي احنا قاعدين نسمعه الحقيقه زي ما بقول ان بيدينا شويه طاقه عشان نواجه التحديات اللي موجوده ونعرف اصلنا وتاريخنا. مشاهدينا الكرام خلينا نروح على الاستوديو وعبد الله يسري والصحافه التحليليه. عيد فرحه واجمل فرحه، عيد فرحه واجمل فرحه.